تعرفش معنى المجاملة؟ المجاملة هو نوع ستان بوزيسيون معناتها بتاع لونج بتاع مدح، والمجاملة معناتها ستان كاركتير سيرتو خذاها الشعب التونسي معناتها بري لا ريفولوسيون ما بعد الثورة. مجاملة معناتها وقت يبدا مثلا راجل كبير ولا مرأة كبيرة مثلا منعش مريض ولا حاجة تهزلو شوية مورالك، منعش أنا ولا واحد مريض ولا واحد مثلا صارت له مشكلة ولا تهزلو مورالك هكا. المجاملة تخذ في سيرتو بعد الثورة، يعني المجاملة ولات باسم الدين، باسم السياسة، باسم الاقتصاد، باسم الاجتماع، باسم الإنسانية. المجاملة هي لغة برتة معناتها باش يكون إنسان يجامل في إنسان، معناتها يبين ما يحبش يبين له العيوب نتاعو، يحب يبين كان اللي بينيفيست نتاعو. توصف شكون بصفة اللي اكزاجيري معناها زايدة على الواقع. مجاملة معناها انك ماش تقول حاجة باهية، كلمة باهية باش تستلطف حد. انت راجل يتغزل بمرأة ولا مرأة تتغزل بالراجل، معناتها حاجة معناتها بوزيتيف مو مزيانة، فهمتي؟ السونس يمشي بوزيتيف أكثر من النيجاتيف المجاملة، فهمت؟ فما شي فرق بين المجاملة والنفاق؟ أكيد فما، خاطر النفاق عنده معناتها أبعاد أخرى، مثلا عرفش أنا النفاق يعني فيه واحد يلوج على مصلحته، بار كونتر المجاملة لا معناتها ما فيهاش مصلحة، معناتها فهمت جوست لصالح الشخص هذاك باش تعاونه وكاهو. النفاق أراه أعلى مراتب المجاملة، لأنه إذا جاملت شخصا وقلت فيه خيرا أو شرا فذلك جاملته، وإذا قلت فيه خطأ أو لبسا فأنا أنافقه أما بالسلب أم بالإيجاب. ثم فرق أن المجاملة إكستيريال تعرف انه يجامل فيك، مي النفاق انتيريرمون معناتها ما تشلقش به كان من بعد، فهمت انه هو نفق فيك، مي مجامل سي نورمال يقول لك صاحبي راك باهي راك كذا راك كذا كذا، معناتها اون فاس فهمت اون ديريكت، مي النفاق لا فهمت، من نفق ليس منا بالطبيعه. المجامله معناتها كيما قلت لك تعطيه الصفات وكل شيء، والنفاق نعطو بصفات وتجم تكون معناتها عندها نيه اخرى. بالطبيعه ثم فرق كبير ياسر، فرق بين فور اكزومبل احنا نقولوا مجامله معناتها عبد يبدا شيخ بحاجه معناتها يجامل فيها ويبدا فمشي، وفرق بين النفاق وانه معناتها تجم تقول سونس انفيرس يبدا واحد ينافق في حد اخر. فرق كبير، هو اكثر وما فماش مجامله تويكا، اكثر كله نفاق، يعني ناس تنافق فيك في حوايج باش هي توصل لحوايج اخرى. المجامله ممكن تكون حاجه باهيه، فهمتني؟ انسان هكا تحب تودد ليا تحب تقرب ليا هكا، فهمتني؟ بينما النفاق تنفق في انسان معناتها تخدع فيه، تخدع في روحك وتخدع في انسان اخر. تنفق واحد معناتها انت حاجتك باش توصل غايه في نفسك، معناتها تبدا تنفق فيه باش توصل لهذيك الحاجه لغايه في نفس يعقوب كما يقول.